السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. الشهيوة ديال اليوم إن شاء الله هي حوتة في الفران مع الخضر على طريقتي، على حقها وطريقها كتجي رائعة، المريقة ديالها خطرة والبنة كاينة. إذا خليكم معايا، تابعوا الفيديو إلى النهاية باش تشوفوا طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله نبدأ. وغادي نحتاجو حوتة تكون كبيرة، النوع اللي بغيتو. أنا استعملت الشرغو، كاين عاوتاني الروجي الكبير كيجي زوين القرب، ولا اي نوع كتفضلوه، ولا اي نوع متوفر عندكم. عندي هنا بصله كبيره، حزمه ديال القزبر ومعدنوس متوسطه، عندي هنايا شويه ديال القلب ديال الحامض مصير، ثلاثه ديال الدراس ديال الثومه. بالنسبه للخضر استعملت فلفله حمراء وخضراء، قطعتهم بحال هكا، وشويه قطعتهم شرائح طويله، شويه ديال الحامض مصير، طماطم، فلفله حاره، القليل من طماطم سوغيز للتزيين فقط، شي شويه ديال الزيتون الاحمر. وعندي هنا الجزر وبطاطا، قطعتهم هكذا دوائر وسلقتهم شي شويه في الماء، غير شويه، خصوصا البطاطا غير كتطلع عليها الغليه كنطفيو عليها باش ما تعجنش ولا تفرتت. عندي بالنسبه للعطريه مليحه، شويه ديال الخرقوم، تحميره، سكينجبير، بزار، وشويه ديال العطريه ديال الحوت. الا ما كانتش متوفره ممكن تستغناو عليها. عندي واحد مكعب ديال البنه، استعملت انا بالنكهه ديال البقري، كان عندكم ديال الحوت استعملوه حتى هو كيجي زوين. جوج وريقات ديال سيدنا موسى، القليل من زيت البلديه، وعصير ديال الحامضه، وشويه ديال الهريسه اختياريه اللي كيبغي الحار يستعملها، وشويه ديال صلصه الطماطم الجاهزه. بالنسبه للحامض انا ما كيعجبنيش داك المذاق المر اللي كتطلقوا القشره ديال الحامض، الا ما كانش عندكم مشكل فيه فعوض هذا العصير ديال الحامض غادي تستعملوا دوائر ديال الحامض تقطعوهم بهذا الشكل. اذا غادي نبداو دابا نوجدوا الشرموله. اول حاجه غادي نطحن هذه البصله مع الربيع والثومه والقلب ديال الحامض مصير. صافي انا طحنت البصله والربيع، غادي دابا نزيد عليها شويه ديال الهريسه، وغادي نزيد العطريه، هذيك الضمه ديال البنه حكيتها، العصير ديال الحامض، والزيت البلديه، وغادي نخلط. غادي ناخذ هذيك الحوته وغادي نفلحها مزيان من الجهات بجوج باش هذيك الشرموله تدخل معاها. وغادي تشرملها، ونحاول ندخل الشرموله في هذوك الفتحات اللي درت فيها. دابا غادي نشرمل هاد الخيز والبطاطا، غادي نديرهم في الشرموله، ندوزهم كاملين مزيان في الشرموله، ونحطهم في الطاوله مقله تكون يديها ديال الحديد اللي غادي تدخل الفران. صفيها، انا صففتها
داك الجزر والبطاطا مزيان، غادي نحط من الفوق الحوته، وغادي نزيد نحط باقي الخضر حتى ندوزها شويه في الشرموله باش كل حاجه تاخذ حقها ما تجيش باسله. الخضر كلها، هاد الشرموله اللي بقات لي غادي نزيد عليها شويه ديال صلصه الطماطم الجاهزه تقريبا 2-3 معالق كبار، وغادي نمرق بهذاك الماء اللي سلقت فيه الجزر البطاطا. ثم نمرقو بالماء العادي، وغادي نخوي هاد لاصوص. وغادي ندخلها للفران يكون سخون، ندخلها طيب شارع عليها من التحت ونخليها طيب على خاطرها، نشف لي شويه هاد المريقه كتجي مريقه خاطره زوينه. ومن الاحسن يكون الطبق اللي غادي تطيب فيه هو طبق التقديم باش تحافظ على هذا الشكل اللي حطيناها بحال هكا تبقى مقاده. اذا صافي، دابا اخر حاجه غادي نزيدها هي دوك الوريقات ديال سيدنا موسى، نخليهم غير على جنب بحال هكذا وغادي ندخلها للفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا من بعد ما طابت الحوته في الفران، كتجي لذيذه بزاف والمريقه خاطره والخضره كلها واخده حقها من الشرموله. السمك كذلك كيجي رائع والطياب ديالو ما خصوش يطيب بزاف، غير لانه الا طاب بزاف كينشف، غير شي شويه ودي على ما تشرب ديك المريقه وتوقف كنقدموه. كما قلت من الاحسن يطيب في شي مقيله بحال هكذا، مثلا مقيله ديال بايلا باش يتقدم فيها. وبالصحة وراحة، كنتمنى تجربوا هاد الشهيوة، لعجباتكم ديروا لي جيم، بارطاجيو لا فيديو، خليوا لي كومونتير قولوا لي الراي ديالكم، وإلا كنتو باقين ما اشتركتوش ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس.